المشاهد امبارح اللي شفناها في استاد القاهرة في آخر 5 دقايق من المباراة، أو تحديدا بعد هدف الزمالك الثاني، دي مشاهد لا تليق بمسابقة كبيرة هي الأقدم في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية. إن كرات الملعب تختفي ده كلام يعني ما يصدرش من ناس صغيرة. مش بتكلم على إن ده ليه تأثير على النتيجة، لا لا لا، إحنا أكبر من كده على فكرة. وممكن نعترف إن الأهلي خسر، والأهلي إمبارح كان وحش، وكولر امبارح لم يتعامل مع المباراه بشكل جيد. ما عندناش مشكله نتكلم في كل ده، بس بصوا على الفيديوهات دي. المشهد ده على فكره مشهد مسيء، مشهد مسيء، وكنت اتوقع ان يكون في اعتذار على الاقل للمنظومه النهارده، وكان ما فيش حاجه حصلت والناس ولا عادي جدا ما فيش مشكله. ان الولاد الصغيرين اللي على فكره دول لما يكبروا هيكونوا لعيبه، يعني الولاد الصغيرين دول بيلعبوا في الاكاديميات وفي قطاعات الناشئين الانديه، لما يتعلموا من صغرهم على لقطه زي دي هتنتظر منه ايه فيما بعد لما يكبر؟ ايه اللي هتنتظره منه؟ كرات تختفي، شيل الكرات، خبي الكرات. مثل هذه التصرفات لا تصدر الا من الصغار، مش من الناس الكبيره، مش من الناس اللي عارفه قيمه ومكانه الدوري المصري وقيمه مباراه القمه. انا كنت اتوقع ان يكون في شجب للكلام ده. بص الكور بتتخبى وبتتشال ازاي؟ فين الحكم الرابع امبارح موجود في المباراه؟ الكابتن ابراهيم نور الدين لو حافظ القانون بشكل كويس جدا بعد اللي حصل ده كان لازم يدي انذار للمدير الفني لنادي الزمالك، كان لازم يديله انذار، ده القانون بيقول كده، لكن ما ادالوش انذار. انا قلت لكم امبارح الشوط الثاني وما كانش مركز خالص في المباراه. المشهد ده النهارده خلى رابطة الأندية تطلع قرارات. إيه هي القرارات اللي صدرت النهاردة؟ أولا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50,000 جنيه، وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت، طبيعي طبقا للائحة. بصوا بقى اللي جاي، إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة. عدم مصاحبة مصطفى حسين ميلا عامل فريق المهمات في نادي الزمالك في المباراة لمدة 4 مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت. القرارات دي صدرت بناء على تقرير مراقب المباراة. بس هل الأمر بيكتفي ب50,000 جنيه؟ المشهد ده آخره 50,000 جنيه؟ ده في كمان مشهد تاني امبارح يبدو ان الرابطه ما خدتش بالها، يعني اداره المسابقات ما خدتش بالها، لما كان في احتفال بالهدف التاني كل الدكه نزلت. يعني الناس بتفرح وبتحتفل ده حقها، بس اكيد نزول الدكه لارضيه الملعب فيها غرامه تانية. سقطت سهوا، ولكن انا مش هستغرب ان لو في حاجه سقطت سهوا، لان في عقوبه من يوم نهائي كاس مصر لغايه دلوقتي ما حدش قدر يطلعها ولا يتكلم فيها. لا شفنا في عقوبه على شيكابالا ولا شفنا في عقوبه على دونجا في نهائي كاس مصر بعد الأفعال التي صدرت من كلا اللاعبين في أرضية ملعب المباراة. فبالتالي نزول اللاعيبة للاحتفال بالهدف ممكن تكون سقطت سهوا، لأن في عقوبة على 3 أسابيع برضو شكلها سقطت سهوا. لا شفنا عقوبة شيكابالا ولا شفنا عقوبة دونجا منذ مباراة نهائي كأس مصر، وتحججوا وقتها وقال لك رئيس الاتحاد أصل إحنا من يعني مستنيين تقرير الحكم البرازيلي. يعني أعتقد ده إن دل على شيء بيدل إن القرارات هي لما بتطلع بتطلع بكل سهولة، ولكن في قرارات تانية حطها في الدرج والأيام والناس بتنسى. فين عقوبة شيكابالا في ماتش نهائي الكاس؟ ولا حد بيتكلم، ولا حد في الإعلام بيلقي الضوء على الموضوع ده، ولا حد بيقول إيه اللي بيحصل أصلا. رغم على فكرة ماتش نهائي الكاس لو في خطأ حصل وقرار تأديبي وانضباطي ممكن ما يسريش على ماتش الكاس، يسري على الدوري وعلى الكاس وعلى كل المباريات المحلية، لأن العقوبة أو الخطأ أو الفعل المشين اللي حصل بعد نهاية المباراة ده بيخضع لقانون الانضباط، مش عقوبة مسابقات ماتشين تلاتة في المسابقة. عقوبات الانضباط بتسري على جميع المباريات، ولكن لا المسابقات خدت قرارات ولا الانضباط خدت قرارات، والمراقبين اللي بيتم تعيينهم في المباريات بيتم تعيينهم عشان الحاجات اللي زي دي. أقدر وأنا بتكلم معاهم أقدر أوظف وأوصف الأمور بالطريقة اللي أنا شايفها عشان أطلع عقوبة ولا ما طلعش عقوبه. ذاكروا كده، شوفوا مباريات الاهلي والزمالك على مدار اخر 5 6 سنين، شوفوا المراقبين هتلاقوهم بيتقرروا بنسبه يعني تقترب من 70 ل 80%، عشان العقوبات دي لما تطلع تبقى القصه في ايدينا، يبقى التقرير في ايدينا.
مش تقرير الحكم البرازيلي. هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية، هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية بهذا الشكل وبهذه القرارات.